السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس آخر نتحدث فيه عن سهام النظرات مرة أخرى. الأولى كانت في البوسنة والثانية كانت في غازي عنتاب. غازي عنتاب مدينة تركية كان فيها نساء وعائلات لاجئة كثيرة جدا من سوريا، وكنا هناك في غازي عنتاب لحضور أحد ورشات العمل التي نظمناها مع اتحاد منظمات المجتمع المدني السورية في عام 2016. طلبا منا بعض المسؤولين في الجمعيات لترعى الأيتام زيارة جمعيتهم، فذهب الفريق وكنا خمسة لهذه الزيارة. ففوجئت بأني أنا الوحيد الذي اختير لأدخل مقر الجمعية لأتقابل مع الأيتام والأرامل. قابل مع مين؟ مع الأيتام والأرامل. ولكن لماذا؟ لم أكن أدري لماذا. فأدخلني المسؤولين إلى قاعة فيها ما لا يقل عن 40 أرملة، وكنا يرتدين الحجاب، وبعضهن يرتدين النقاب. ولكن لما وقع سهم نظري على بعضهن، علمت لماذا لم يسمح للآخرين من الشباب بدخول هذا المكان، وكان ذلك العامل السن. فلقد اعتبرني المسؤولين رجلا قد بلغ من العمر عتيا، وهم في مأمن من وجودي بين الأرامل. ولكن هيهات أن تجد نفسك بين أرامل حتى وأن كنا متحجبات، ويلقي الشيطان سهما من سهامه في قلبك كما هو حال دائما. كان هذا السهم، وفي هذا العمر لم يكن كذلك الذي وقع في قلبي منذ 21 سنة في البوسنة. لو كنت تذكر البوسنة، فحاولت أن أقاوم فتنة هاتيك النسوة المحجبات، وكنا لسنا كالأرملة البوسنوية التي لم تكن محجبة في سن في الدرس الرابع. وأي أن الحجاب يا أخي قد لا يمنع نفاذ سهم هذه النظرة التي يتلاعب عليك فيها الشيطان. وكان المشروع الذي أردت أن أقرب به بعد هذا اللقاء أن أزوج كل هؤلاء الأخوات من الأرامل للشباب، أما أنا في هذه المرة لم تكن لي القدرة على الزواج أو الرغبة في إقامة هذه العلاقة مرة أخرى. الدرس المستفاد هنا: حجاب المرأة لن يحميك من تلقي سهام هذه النظرات التي يزينها لنا الشيطان ويجعلها تحرك كافة مشاعرنا العاطفية وغرائزنا المادية. وهذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، وما ذكره القرآن في العديد من الآيات. فاحذر أيها الأخ من تمعن النظر والتلطف مع النساء المحجبات أو حتى المنقبات، ففي الحجاب صورة الوجه وفي النقاب رخامة الصوت. احذروا واجعلوا من يتعامل مع الأرامل والأطفال هم نساء وليسوا رجال كما قلت من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.